لو عايزين تعيشوا اعمل اللي بقول لكم عليه. اسكت يا حسن، بص قدام، ما تتحركش يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اسكت. محدش يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. انه بتطلع دم، عينه حمرا قوي. سبته فين؟ يخلص. انا سبتوش، هو معكائن جوه. بصوا يا جدعان، رمضان مدحت وحسن كانوا معديين من بره هنا وبيأمنوا المكان علشان جايين نمسك الكائن المرعب. اخد حسن سمير من رمضان مدحت وانا مش عارف اعمل ايه، ولا لحقت اجيب حد ولا لحقت اجيب اي حاجه معايا، وحسن دلوقتي مع الكائن المرعب اللي لابس اسود وانا مش عارف اعمل ايه. ينفع كده يا عم رمضان؟ ينفع اللي انت عملته ده؟ تعال نشوف كده راح فين. ربنا يستر، ربنا يستر. ما احنا كمان اهو حسن هناك اهو. حسن شكله بص 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 بيرمي في الارض ازاي. ما تقربش، ما تقربش قوي. طب انا ما اعرفش هنعمل ايه. خليك ورا، خليك ورا، انت السبب في ده كله. بص يا حسن ازاي، انت السبب في ده كله. اعمل ايه دلوقتي؟ قول لي اعمل ايه. ما اعرفش هنعمل ايه. ما تعرفش هنعمل ايه؟ تعمل النصيبه انت. هو ما تقول ما تقوليش ما نعرفش هنعمل ايه. ما تقوليش ما نعرفش. بدري كده حسن. يلا عمال يوقع في حسن. ينفع كده؟ هيموت. ارجع، مش عايزين نشوفه. ارجع. ايه؟ انا قلت لحسن بس احنا الاول لعبنا حجز، الاول لعبنا حجز، بعد كده جينا امننا المكان لقيته خد حجز. طب ارجع بقى عشان جاي. تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، ما تحركش، تعال هنا. ما تحركش، بس ما تحركش ولا حركة. اسكت. يا نهار ابيض. قوم يلا، قوم يلا، اجري معايا. قوم بسرعة. انت كويس؟ يا نهار ابيض على التراب. نفض له هدومه، نفض له هدومه. ايه ده؟ تعالوا كده عشان قام، تعالوا كده. تعالوا كده هتودينا في داهيه انتوا الاثنين. تعالى هنا. بنجك ايه؟ مسك قماشه معملها لك اهو. هنكر ايه بس؟ انت هتخلص على نفسك. اه خدوا بالكم الشوك ده. يا جدعان بالله عليكم، مش عارف كان في حشره واقف على ايديا. بالله عليكم اللي عنده حل يقول لنا. احنا موجودين هنا في الارض السوداء والكائن المرعب اختفى دلوقتي، انا مش عارف هو راح فين. اهم حاجه بس نشترك في القناه ونفعل زر الجرس علشان عايزين نوصل 300,000. وتاكد ان انت مفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. احنا دلوقتي محبوس هنا انا ورمضان وحسن، لو جينا نطلع من الباب هنلاقيه في وشنا. هنعمل ايه يا عم رمضان؟ هنعمل ايه يا عم حسن؟ هنعمل ايه؟ ربنا يكتبها بقى. هنبدا هنا كده. احنا طب خدوا بالكم بقى عشان ظهر. بص واقف فين هناك اهو. خد بالك عشان جاي علينا. جاي علينا. تعالوا اقعدوا هنا، اقعدوا هنا، ما حدش يتحرك من هنا. اقعد هنا، اقعد، اقعد، اخلص. مأسور رعب اكتر من الرعب اللي احنا فيه. مش عايز حد فيكم يتحرك من هنا. بس اسكت عشان جاي. اسكتوا. اسكتوا عشان جاي. اخد حسن تاني. اخد حسن. ارجع، ارجع. ارجع. تعال، تعال هنا. تعال هنا. اخد حسن. اخد حسن. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يا جدعان بالله عليكم. عليا رمضان، احنا كل ما نطلع من نصيبه نتحط في نصيبه اكبر. بالله عليكم وقفوا جنبنا، اللي عنده حل يقول لنا. انا عارف ان في كذا واحد بيشوفنا دلوقتي، لو عندك حل اكتبه لي في التعليقات. بالله عليكم يا جدعان، اللي عنده حل يكتب لنا في التعليقات، انا مش عارف اعمل ايه. اخد حسن دلوقتي مننا تاني ورمضان واقف زي ما انتم شايفين. هو ودى حسن فين؟ تعالى كده، تعالى كده. واخد حسن، واخد حسن على فين؟ ربنا يستر. تعالى هنا، احنا محتاج تبعد عنه خالص. تعالى هنا، انت السبب في اللي احنا فيه ده. اخده وراح فين؟ رد علي انا بكلمك. معرفش يا كوت، اعرف ازاي؟ اهو بص ماسك حسن ازاي؟ بيضرب حسن. بص حسن بيدوخ ازاي لما بيتضرب؟ ارجع رمضان، ارجع ورا، ارجع رمضان، ما تخليش يشوفك. يا نهار ابيض رمضان. ما يتحركش. امسك. تعالى نزل، تعالى نزل. ارجع اصبر، هديله بالرجل. هناخد حسن منه. استنى. تعالى، تعالى، تعالى. لا ارجع، ارجع، شايفني ارجع.
ارجع خد بالك عشان الشجر اللي مننا حشرات عماله تعمل اصوات غريبه. تعال هنا اول ما جه حسن تاخده وتطلع من هنا وما لكمش دعوه بيا. تمام تاخده وتطلع على طول وانا هتصرف. تعال كده يا جدعان بالله عليكم انا منتظر التعليقات بتاعتكم. اللي عنده حل يقول لي اعمل ايه عشان انا مش عارف بجد اعمل ايه. واخده ماشي كده. بص المكان اللي احنا موجودين فيه اصلا يخليك تعمل حمام على نفسك من كتر اللعب. اقسم بالله احنا في مكان يعلم بالله ربنا. بالله عليكم اللي عنده حل يقول لنا. يا كوتا يعني انا اخد حسن واطلع من هنا. تاخده وتطلع بره على طول. ماشي. امسك كده سنة حلا. امسك بالراحة كده. هو حسن معايا. امسك بالراحة ركز فيه. ركز فيه. تعال ما وقعش. تعال تعال. تعال معانا. فوق حسن فوق. فوق تروح. فوق كده. هو معايا ماشي. اديله الكاميرا. امسك اديله. امسك امسك امسك. طب يلا كده نمشي. امسك بسرعه حاسب عشان جه. حاسب ارجع ارجع ورا. انت حاسب هو كده ركز فين. تعالى هنا. هو يا حسن تعالى يا عم رمضان. تعالى تيجي هنا. استغفر الله العظيم يا رب من كل زمان عظيم. يا جدعان بالله عليكم الموضوع صعب والله العظيم الموضوع صعب. اللي عنده حل يقول لنا نعمل ايه علشان بجد انا مش عارف اعمل ايه. عمال يطرد فينا والموضوع صعب جدا ومفيش اي حل في ايدي غير اللي انا اطلع من الباب ده. ولو جيت ارجع حسن ارجع ارجع. مفيش اي حل يا جدعان غير الباب. ولو طلعنا من الباب هيمسكنا حسن بيقف هناك او بيحضر مره واحده هناك. انا مش عارف ازاي. مع رمضان هنا. حاول يلف اضربه. خليك مع رمضان هنا. ركز مع رمضان. استنى هنعمل ايه يا حسن دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ يا عم عمل ربنا رمضان انا سايق. على فكره رمضان ما بيقعدش هنا على طول. هو دخلني الباب اللي هناك ده ولقيت اطفال كتير. لا يا رمضان مش عايز اسمع صوت خالص. تمام؟ هو راح فين؟ هو هيكون جاي من هنا. يا نهار ابيض. اسكت 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 عشان ما حد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ما تتحركش يا حسن. ما تتحركش يا رمضان. رجع تاني ما حدش يتحرك ولا يتكلم. مش عايز اسمع صوت ولا نفس خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوت رمضان اكتم اكتم جواك. ما تضحكش ولا تتحرك. بس حسب الحشره اللي تحديك. اوعى تتحرك. اوعى اوعى تتحرك ولا حركه. ما تخافش. عمال يبص علينا. هو شكله حاسس ان احنا هنا. ماشي قوم بسرعه. قوم بسرعه معايا. قوم بسرعه. قوم يا عم حسن بسرعه. ايه الحشره دي يا كوتا؟ مش عارف. قوم فيسك قوم فيسك. ما تخافش مفيش حاجه. تعالى بس تعالى هنا. تعالى يا عم هنا بسرعه. امشي كده. امشي يا عم حسن. حسن انت عارف لو كنت ضحكت لو كنت ضحكت والبيت عارف تطلع على رجلك انت كنت هتموتنا كلنا. ربنا يستر. حسن بيقول لك ان احنا حطوا في المبنى اللي هناك ده وكان فيه اطفال كتير معايا. انهي مبنى ده؟ ده. طب ربنا ربنا تعالى هنا. مش هتعرف تخش. لا لا تخش. هروح للدرج الشجر ده. تعالى بس هنا. تعالى رمضان هنا. تعالى هنا. ايه ده؟ مش عارف. في عيال صغيره بتصوت. تعالى الدرج الشجر ده. تعالوا بسرعه. تعالى يا رمضان. تعالى تعالى. خش ورا الشجره دي من هنا. روح. احنا عايزين نطلع من الباب بس عايزين حاجه في ايدينا. عايزين نمسك حاجه. لا مش هينفع. ايدي يا رمضان. ايوه خليك ماسكها. امسك لك حاجه حسن زي كده. امسك حاجه في ايدك زي كده. اخلص. بصوا يا جدعان احنا دلوقتي عايزين نطلع من هنا بس مش عارفين ازاي. هنمسك حاجه في ايدينا عشان لما نطلع من هنا ما يعطرش فينا. بس الموضوع المره دي صعب جدا لان بصراحه بصراحه انا مش عارف اعمل ايه. اول مره ميبقاش في اي حل قدامي لان انا معايا حسن ورمضان بس. والمره دي هو مش متكتف يعني انا مش عارف اكتفه لوحدي. هات رمضان. ايه ده يا رمضان؟ ايه ده يا رمضان؟ عايزين حاجه ازازه ولا اي حاجه. هو راح فين؟ ايوه هدي واحد يمسك دي. يمسك دي بس كسرها. لا طويله كسرها شويه. انت كنت مسدها لي. ماشي هدي حسن. هو راح فين بقى؟ خد بالك عشان هو كده عند الباب. ماشي هو كده مستخبي عند الحته اللي عند الباب اللي هناك ده. تعال اول نبص عليه هنا عشان هو بيختفي ويظهر مره واحده. خليكوا جنبي مش عايز حد يبعد عني خالص. خليك هنا قرب على حسن ما تبعدش.
هو راح فين؟ هو مش موجود هنا، يبقى هو كده عند الباب اكيد. مش عارف بنص، هو مش هنا. وحسن راح فين؟ تعالى حسن هنا، حسن مش عايز تبعد عنه خالص. حسن ما تبعدش عنه، خليك جنب انت يا رمضان هنا، خلي الخشبة دي هنا، خليها هنا دلوقتي. طب تعالى حسن ما تبعدش عننا. طالما مش هنا يبقى عند الباب، طالما مش هنا يبقى عند الباب. هو اختفى من هنا. تعالى كده حسن ما تبعدش عن هنا. في حد عمال ينادي، سامعين؟ سامعين؟ في أطفال صغيرة بتصور. في أطفال عمالة تنادي علينا. هما دول كانوا محبوسين معاك؟ ده كانوا كتير قوي. هو طلعك أنت لما عرف إحنا جايين ناخدك. هنعمل إيه طيب؟ هو اختفى. انا مش فاهم منك حاجه، اتكلم بالراحه. غيرنا بتيجي هنا. هو ايه في ناس غيرنا بتيجي هنا؟ يعني ايه في ناس بتيجي هنا غيرنا؟ في اطفال معلوسه تاني جوه. انت ايه اللي عرفك؟ ايه ان انا هناك بص من الشباك ده وخد عيل كده وقعد يقطع فيه ومعاه كده سكينه صغيره حاططها جوه الجرابيه. ربنا يستر، ربنا يستر. طب العيال دي ما لهاش اهالي تسال عليها؟ ما حدش بيجي يدور على حد غيرنا احنا؟ هو راح فين دلوقتي؟ تعالوا كده، تعالوا كده، تعالوا كده، تعالوا كده اهو. بس ارجع ارجع جاي، ارجع جاي، ارجع 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 اجري يا حسن من هنا، ابعد من هنا، ابعدوا من هنا. خدوا بالكم، خد بالك حسن جاي عليك. بس خد بالك لو قرب اضربه. خد بالك هو بيبص لك، عايزك يا حسن، هو عايزك. خد بالك مش هقول لك تاني. ارجع يا عم رمضان كده، ارجع كده، ارجع حسن. حسن ايوه امسك دي بس، ارجعوا. انت عايز مننا ايه؟ ولا تاذينا ولا ناذيك. اجري 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 اجري. دروس الشجر ده، روح عند الشجر دي، تعال اجري عند الشجر دي. اخلص مش وقت حفوه ولا بشبشب، مش وقته خالص. اقعد هنا، خش هنا، خش هنا، خش اقعد اقعد. بس اسكت عشان جاي، اسكت ما حدش يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شفت حد ازاي؟ شفت حد ازاي؟ محدش يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بتطلع دم، أنا حمرا قوي. هو بيبص للكاميرا كأنه عارف اللي هو بيتصور. أنا قلبه وقف في اللحظة دي، معاه سلاح في إيده كان ممكن يغزني بيه ويخلص عليا، لو غزني بيه ما كانش هيبقى في محمد كوتا تاني. بس الحمد لله ربنا كتم له عمر جديد بعد اللقطة دي. أنا اتكتب لي عمر جديد دلوقتي. الموضوع صعب جدا. قوم حسن أنت ورمضان. أوعى حسن هتوقعني. إيه ده؟ خدوا بالكم. ارجع ارجعوا ارجعوا اجروا من هنا. مسك بتاع في الارض، خدوا بالكم عشان مسك حاجه من الارض. طب ليه يا رمضان انت رميتها كده؟ انت تديها له رمضان مش بترميها. بقرب لك ناوي اضرب علشان، خدوا بالكم بقى عشان ده لو جيت اديله بيها. حسن حسن هو عمل خطوه لوحده يعني، هو عمل بيقرب. خد بالك، خد بالك، خد بالك يا حسن، خد بالك. هو عليك انت، هو جاي. تعالى نديها عند الشجره دي بسرعه عشان جاي. تعالى تعالى اجري فيها. رمضان رمضان نام في الحته دي بسرعه، استخبى هنا. اخلص نام وسط الشوك ده من هنا، مفيش اي حل تاني. نام هنا، اخلص افرد ظهرك. حسن نام هنا بسرعه، اخلص نام في الارض. رجع دماغك، ما تخافش ما تخافش، رجع دماغك. لا ما عملتوش كده هموت. لو عايزين تعيشوا عمال بقول لكم عليه. اسكت حسن، بص قدامك، ما تتحركش يا رمضان. ولا حركه،
زي ما انتم شفتوا يا جدعان، عدى من وسطنا واحنا نمنا وسط الشوك والتعابين. احنا ممكن نموت دلوقتي بسبب المغامره دي، بس مفيش اي حل تاني قدامنا. بالله عليكم اللي عنده حل يكلمنا بتاع الساعه، بس ما تخافش ولا حركه. حديد الشوك اللي اتفرد عليك جاي، ما حدش يتحرك. مش عايز حركه يا حسن، مش عايز حركه. انا عارف ان الموضوع صعب، معلش مش عايز حركه يا رمضان. جرع رمضان راجل والله راجل يا حسن، معلش عارف ان الموضوع صعب بس معلش. انت ده هو ماشي، هو خلاص بيبعد. قوم بالراحة من غير صوت، قوم بالراحة قبل ما يجي. قوم بالراحة، قوم بالراحة، قوم بالراحة، مش جاي. قوم بالراحة، قوم بالراحة. تعالى انا كده عرفت هو فين. طب يلا نطلع من هنا بسرعة، يلا نطلع من هنا بسرعة، الباب فاضي يلا. لا استنى، ممكن يقفشنا عند الباب، مش هينفع كده. بقول لك لا محدش هنا، يلا نطلع بسرعه، يلا تعالوا نطلع ونكمل بره، تعالوا يلا. اقف رمضان خلاص، تعالى يا حسن. بصوا يا جدعان، احنا الحمد لله طلعنا من الارض السوداء وكلنا كويسين. اهم حاجه بقى دلوقتي الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان رمضان يوصل 300,000. ننتظر الفتره الجايه فيديوهات مرعبه جدا. في فيديو ظهر هنا دلوقتي، اضغط عليه واتفرج عليه واشترك في القناه اللي الفيديو دي نزل فيها، عشان القناه دي احنا بننزل عليها حاجات مرعبه جامده ومقالب جامده جدا وكل حاجه هتعجبك. اضغط على الفيديو ده واتفرج عليه واشترك في القناه دي. يلا بينا من هنا، يلا بينا، يلا يلا يلا.